بجريدة نيشان الآن. أنتم معنا في هذا المباشر هنا من منطقة لافيراي تابعة لمنطقة الحي الصناعي. كيف تشوفوا الجميع متجند من أجل الإخماد هذا الحريق اللي شب هنا بإحدى الورشات المختصة في بيع الأجزاء السيارات المستعملة. تشوفوا فرجال الوقاية المدنية تقوم واحد مجرد جبار باش يتفاوى العافية ديال الاشعالات هنا. الحمد لله حسب الناس اللي حاضرين ف كاين خسائر فقط مادية، الحمد لله لم تسجل اي خسائر بشرية، وهذا من نعم الله. الحمد لله نتمنوا كرف الله صاحب هذا المحل في هذه الخسائر اللي تعرض لها. حسب حتى قبل كيف خبرنا به فأسباب اندلاع الحريق تعود إلى ولاعة صغيرة بريكة بالتاريجة هي اللي تسبت في هذا الحريق. هذا رجال الأمن التابع للدائرة 13 وأيضا المنطقة الأمنية وأيضا فرقة المسرح الجريمة متواجدين بعين المكان، وأيضا حتى عناصر القوات المساعدة التابعة للملحقة الإدارية سيدي غانم مقاطعة المنارة. الجميع مدرك لحجم ما يقع الآن ومدرك لأهمية تطويق محيط هذا الحريق. الدخان المتصاعد هو فقط نتيجة الإخماد بعض الأجزاء داخل هذا المستودع. تدخلات فعالة وناجحة وناجعة أيضا لكل من الوقاية المدنية بمدينة مراكش، فحيث منذ الدقائق الأولى والكل حضر مدعومين بالشاحنات الكبرى ذات السهارج المائية وأيضا سيارات الإسعاف، بالإضافة إلى السلطات المحلية والأمنية هنا بهذه المنطقة. Thank you.
السلام عليكم متتبعي جريدة نيشان الآن مباشرة من الحي الصناعي. خويا مصطفى في الحي الصناعي حدا الجامع، حدا الجامع خويا مصطفى. يا ربي السلامة، كما كتشوفوها باقا شاعلة العافية متتبعينا الكرام. رجال الوقاية المدنية كما كتشوفوا راه قايمين بالواجب ديالهم. الرجال ديال الوقاية المدنية كما كتشوفوا راه ديما كيكونوا في الصفوف الأولى، الله يحفظهم يا ربي. العافية راه باقا شاعلة. مول المحل كيقول مشات ليا زبالة الفلوس، هي بومبة وحدة دايرة 50 مليون، بومبة وحدة متتبعينا الكرام. مول المحل تقول لك دايرة 50 مليون، الله يكون في عوانو، مشى ليه رزقه، الله يجيب السلامة. خسائر بشرية ما كايناش، كاينة خسائر مادية. مباشرة من مدينة مراكش بالضبط الحي الصناعي، محل ديال الألمنيوم، ديال الحديد، الروايط ديال الطوموبيلات، شعلات فيه العافية كما كتشوفوا. رجال ديال القوات المدنية راه قايمين بالواجب. كما كتشوفوا متتبعينا الكرام بحال هذه لشعل هاد القنينه اللي شعلات فيها العافيه راه مشكله. الله يحفظ السلامه وصافي.